جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم استعمال الدف في الفرح للرجال وكذلك في الأناشيد الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ضرب الدف للنساء لمناسبة الزواج، فالترخيص بضرب الدف في الزواج خاص بالنساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يضربن بالدف وأن ينشدن من الأشعار المعروفة: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إلى آخر ما ورد. فضربه في مناسبة الزواج خاص بالنساء عند جمهور أهل العلم، والحكمة في ذلك إعلان النكاح، قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأما الأناشيد الإسلامية فلا نعرف أناشيد بهذا الاسم، ليس هناك أناشيد إسلامية، وإنما هناك أشعار إذا كانت هذه الأشعار نزيهة وخالية من المجون ومن الهجاء والسب والشتم فلا بأس أن تنشد بمناسبة الزواج أو غيره. إنشاد الشعر النزيه المفيد لا بأس به، بدون أن يكون هناك نغمات جماعية أو أصوات جماعية كما تعرف عليه الآن، وإنما هذه الأناشيد الجماعية هذه إنما عرفت عند الصوفية. وأما إنشاد الشعر على وجه مستفاد منه استفيد منه المنشد والسامع فلا بأس به، فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد قصائده لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الشعراء كانوا ينشدون قصائدهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينشدون الأشعار وهم في السفر من أجل التنشيط على السير، وكانوا ينشدون الأشعار في العمل الشاق من أجل تنشيط العملة. فإنشاد الأشعار النزيهة في مناسبات خاصة لا بأس به، أما ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية التي حصلت في هذا الوقت والتي تنظم بأصوات جماعية أو بأصوات مطربة أو نغمات مستلذة فهذه لا أصل لها في دين الإسلام. نعم.